السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نبدأ من الفقرة الأولى المعتادة لدينا، وهي المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. جدد متظاهرو ثورة تشرين رفضهم للعملية السياسية بعد تكليف محمد الشيع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وطالبوا خلال مظاهراتهم في محافظتي النجف وكربلاء بإنهاء العملية السياسية برمتها وتبديل الوجوه السياسية الحالية التي دمرت العراق بعد أكثر من 20 عاما في الحكم واستشراء الفساد والمحاصصة في كافة نواحي المؤسسات الحكومية في الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال كما قالوا. لنستمع. الأكاديميين، الشعب العراقي رافضها العملية السياسية بنظامهم ومنظومتهم. والدليل 2019 انطوا 1000 شهيد، أكثر من 1000 شهيد، و30,000 جريح، فيهم ما يقارب 4,000 معاق، يعني مرفوضين هذول. هسه هم جايتهم بقوة، المرجعية قالت يجب طي صفحة الفساد والفاسدين، والمرجعية من كل كلام ما تتراجع عنه، ذات المجرد لا يجرب. هذول معتمدين على قوة دولية وعلى عصاباتهم وميليشياتهم، لكن احنا شو نقول لهم؟ يجيكم يوم تنسحبون في الشوارع اذا ما ترجعون لنفسكم. باسم ساحة احرار كربلاء، بعد اكثر من عامين على خروجنا في ثورة تشرين العظيمة لرفض الاحزاب الاجرامية والتي ذهب فيها اكثر من 1000 شهيد واكثر من 20,000 جريح، وتم فيها استخدام أبشع أنواع القمع الإجرامي بحق الشعب العراقي، واليوم تحاول نفس الأحزاب الإجرامية المتمثلة بما يسمى بالإطار التنسيقي بالهيمنة على الدولة العراقية من خلال ترشيح الفاسد والمتحزب والتابع إلى حزب الدعوة العميل محمد الشياع السوداني. فنقول لهم بأن مرشحكم وأطاركم مرفوضون من قبل الشعب وبأمر الشعب، ونتوعدكم بأن تمرروا مرشحكم فسنسقطه كما أسقطنا الذي من قبله. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من أحمد الطوخي يقول: أحسنتم، كونوا يدا واحدة وقلبا واحدا ضد الطاغية والفساد، ولا عودة للأحزاب في حكم العراق. تعليق من نور الهداية تقول: منصورين على القوم الظالمين بإذن الله تعالى. عندنا تعليق من أبو مصطفى النعيمي يقول: كل الشعب معكم، طهروا البلد من الخونة والعملاء والعصابات. وضمن التعليقات كذلك من سيد جواد يقول: هذولا مو رجال دولة، رجال مافيات، وما يخدمون الشعب العراقي بل يفيدون أحزابهم. مشاهدينا، ما رأيكم بهذا الإصرار من الأحزاب على ترشيح محمد الشيع السوداني؟ وكما قلنا وتساءلنا سابقا، هل يمكن لهذه الأحزاب أن تخرج بشخصية نزيهة مستقلة وطنية قادرة على خدمة العراق ومحاربة الفساد ومحاربة الميليشيات وتصحيح الوضع الخاطئ الذي بنيت عليه العملية السياسية بعد 2003؟ لننتقل الآن إلى جزء من أجزاء الوضع الخاطئ أو الأوضاع الخاطئة الموجودة الآن في العراق، المشاكل، الكوارث التي حلت على العراق بعد الاحتلال، من ضمنها طبعا التعليم. واقع التعليم والمدارس في العراق مزري للغاية، حيث وثق أحد الأهالي استلام ابنته كتبا مدرسية ممزقة لا تصلح
للتعليم أصلا، بالرغم من صرف، أو كما قالت وزارة التربية إنها صرفت ملايين الدولارات على طباعة المناهج الدراسية خارج العراق طيلة السنوات الماضية، وسط شبهات فساد كبيرة لفت موضوع تجهيز المناهج الدراسية. لنستمع. الرحيم. طبعا هاي عندي بالتخت خطيه اليوم سجلناها بالاول، وراح تستلم كتب، وما شاء الله تبارك الرحمن والقران الكريم ما شاء الله، شلون قران مطينهن؟ هذا اثم العلوم مالهن سلمتهن وزاره التربيه مال 4 سنوات كان عند الطالب يستخدمه، وهذا مالهن والله ما اعرف شنو هاي الرياضيات. زين هذه اساس الطالب بالاول ابتدائي القراءه، هاي قراءه مال صف اول ابتدائي يا عمي، يا وزارة التربية عمي، المدارس البوق الحرامية، هاي كتب. شو اسمك انتي؟ رقية. هاي منو طاتش ياهي؟ المعلمة. المعلمة طتش هذني وقالت لك شي؟ قالت لك هاي كتب وروحي درسي. دعونا نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ونكمل إلى مقطع آخر، حيث وثق ناشط من محافظة النجف الواقع المتردي للتعليم في مدرسة الفضائل الابتدائية الواقعة بقضاء المشخاب التابع للمحافظة والتي لا تملك أدنى مقومات التعليم الأساسية، وسط غياب الدور الحكومي المركزي والمحلي. وكذلك استعرض هذا الناشط الذي سنتابع ما الذي ورد في هذا المقطع بعد قليل، استعرض ووثق صفا دراسيا قال عنه إنه نموذجي وأفضل من باقي الصفوف. لنشاهد كيف هو حال هذا الصف النموذجي. الموضوع لا ينتهي ولن ينتهي عند هذا الحد مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى مقطع آخر. مع بداية العام الدراسي الجديد، متوسطة الإمام المهدي للبنين في منطقة حي الجامعة بمحافظة واسط مدرسة بدون رحلات، بدون سبورات، بدون كهرباء، بدون مراوح سقفية، بدون أي مقومات أساسية لإعانة الطالب على تحمل الأجواء الصعبة من حر وبرد والتعلم في ظروف مثالية. هذه المدرسة يجلس فيها الطالب على أرض جرداء، والواقع هذا متكرر في كل عام دراسي جديد، حيث يعاني الطالب العراقي من نفس المعاناة في كل عام كما العام الذي قبله، من عدم توفر الكتب المدرسية، قلة المقاعد الدراسية، قلة السبورات، وكذلك بعد المدرسة عن المنطقة وغيرها الكثير من المشاكل وسط صمت حكومي وكذلك من وزارة التربية والحكومة المحلية. لنشاهد. تشاهدون طلبة العراق في واحد من أغنى بلدان العالم، ليس فقط الشرق الأوسط ولا المنطقة العربية، بل من أغنى بلدان العالم. هذه هي المعاناة لطلبة العراق. طبعا كثير من مدارس العراق بهذا الشكل، هناك مدارس طينية، هناك مدارس كرفانية كذلك. لنتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أم زين الربيعي تقول: وين المدير مع المدرسة؟ وين الإدارة؟ غير هي المسؤول عن هذا كله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا
أم زين مدير المدرسة وإدارة المدرسة هي نعم مسؤولة، لكنها لا تتحمل سوى جزء بسيط من المسؤولية الكبرى. المسؤولية تقع على وزارة التربية وعلى الحكومة بشكل عام، لأنها هي التي تملك الإمكانيات المادية، هي التي لديها القدرة على تحسين الوضع الدراسي أو وضع المدارس. عبد الحسين يقول نعم هذا واقع حال التعليم. لدينا أبو أحمد السراء يقول ووزير التربية الكذاب يقول تمت جهوزيتنا للعام الدراسي الجديد. عبد الله يقول من المسؤول على لجنة التربية النيابية؟ معقولة ما جاي يشوف؟ سؤال مهم للغاية يطرحه مواطن عراقي، هل المسؤول في الحكومة لا يرى هذه الصور وهذه المقاطع التي يتم تداولها كل يوم في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقع التعليم المنهار في العراق؟ معنا السيد محمود من الموصل، تفضل حياك الله. السيد محمود من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هذا السوداني من طلع لنا بالاستاد هذا؟ ظل يحك بها نويره، ظل يحك بها نويره، على الاقل ياخذ له 20 يوم شهر زمان. رئيس جمهورية يلا يعين رئيس الجمهورية. انت الحين شفته هو ويا باب واحد. والله ما حد مر العراق غير هذا حلبوسي، هل المفسد هذا ابن المفسد يومية يومية مع السنة، نهار مع الشيعة، نهار مع الكرد. وين تصل الركبة؟ السوداني ما يفرح بيها. اليوم يشكلون 14 مقرات احزاب شيعية بالموصل. الحلبوسي وربعه. هذا هو اتجه اتليهم هم دمروا العراق. ولا مفوقي هذا المفروض يذبحون، ولانه يستحي كان مثل ما سووا بسبس سووا مساوين اتليهم. هذا تاكل عقله ويجي يقعد على الكرسي، منين طلعها افتح منين جابوه؟ كوبر طلع على الانتخابات، على الاقل اليوم سنه يحكم بها على رئيس الوزراء، خلال نص ساعه يصير رئيس الوزراء. يا معود خله يروح، هذا الشعب صار سنتين ذبح ومذبوح. احنا نجيب الرديان تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي. ردت حليمه على عادتها القديمه. ما علي احنا انتهت. انتهت الصدر ضيعنا، انا اقول لك ضيعنا خبر اليابس. يابا يفوت مني انا بالنقلبه. كلب تنكلب ببرك. نعم. كلب بيها يا صدر تنكلب ببرك واسمع حكي. انت السنه وياك والشيعه وياك والكرد وياك. انت تعد حكومتك من جوا عباتك وما تنزلي. صح. انا ولذلك اليوم يهني السوداني ويهني رئيس جمهوريه المالكي. المالكي مدفوع دمر العراق. هجم بيت العراق هو قيس الخزعلي والفياض. وانا ممنون، شكرا. شكرا جزيلا سيد محمود من الموصل. احمد من مصر، تفضل يا احمد. الو سمعت استاذ محمد. حياك الله يا احمد، اسمعك تفضل. حضرتك بفتش على قنوات الرئيس. اتفرجت المهم على برنامج على قناه البغداديه الاستاذ علي الزبحاوي اعلام عراقي بيستضيف رجل بيقول لك انا معارض، بيسمي انا معارض للنظام القذر في العراق. بيقول ان صدام حسين الله يرحمه الراجل مصري ومتابع الاحداث في العراق، وان صدام حسين الشعب العراقي ما يريده او مش عايز زي ما احنا بنقول باللهجه المصريه. طيب فانا بقول له وهذا المعتوه عمل السبته ان الشعب العراقي مش عايز صدام حسين. طيب سيد احمد، سيد احمد بس لحظه، يعني هذا موضوع بعيدا كل البعد عن قضيتنا، عن مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. بإمكان حضرتك إن كان لديك اعتراض أن تتواصل معهم وتعترض، تعترض عند المحلل السياسي هذا في صفحته على مواقع التواصل. هذا ليس شأننا وليس قضية حلقتنا. أنت رأيك شنو بما يحدث بالعملية السياسية في العراق من وجهة نظرك؟ أنت متابع عربي ومتابع باستمرار وتعلم الرفض الشعبي العراقي لكل ما جاء بعد الاحتلال. لماذا إذن جرت انتخابات إن كانت في النهاية النتيجة أن تختار نفس الأحزاب شخصية من هذه الأحزاب لكن وجه جديد، ربما يعني اسم لم يطرح سابقا أو لم يتبوأ منصب رئاسة وزراء سابقا أصبح الآن رئيسا للحكومة؟ ما الذي تغير برأيك؟ هو
ناس لمتهم المخابرات الامريكيه والبريطانيه لمهم من دول الخارج. نعم. بريطانيا كانوا شغالين، اللي كان بيبيع سبح في سوريا اللي اسمه المالكي، كان بيبيع سبح في الحي السادس هنا في سوريا. انا سافرت سوريا وعارف الناس دي كلها. وواحد كان زهاد حيره الاسباني ده كان بيغسل يصحن البيض يصحن في بريطانيا في المطاعم، ناس حفاظ لموهم ما كانوش لاقيين، يعني ناس ما كانش لهم في السياسه، وكانوا عاملين معارضه في الخارج. عشان افهمك يا استاذ محمد، دول ناس كانوا عاملين معارضه في الخارج، يقول لك احنا معارضه ضد النظام الوطني. طب هم لسه وزير الخارجيه العراقي المرحوم طارق عزيز لما قالوا ده في معارضه عاملين مؤتمر في بريطانيا، تعالى اقعد فيه وشوفهم عايزين ايه. قال لهم دول شويه حراميه، ازاي لازم واحد شريف راجل نضيف ممسك البلد. طيب زي المرحوم الله يرحمه الرئيس البطل الشهيد صدام. طيب شكرا جزيلا سيد احمد من مصر. طبعا بعيدا عن الجزئيه الاولى التي تحدث بها السيد احمد من مصر، لكن هو سؤال يطرح انه ما الذي حققته هذه الاحزاب بعد عام 2003 عندما كانت تقول بانها معارضه للنظام السابق وانها تريد ان تخلص العراقيين من المعاناه، من الدكتاتوريه، من القمع، من التجويع الذي حصل، من الحصار واثار الحصار على العراقيين، جاءوا بكثير من الوعود للعراق. ما الذي تحقق من هذه الوعود؟ هل يعيش العراقيون اليوم اوضاعا احسن من السابق؟ هل يعيشون رخاء اقتصاديا كما وعدوا؟ هل يعيشون نظاما في ظل نظام ديمقراطي يتمتعون به بحرية للتعبير عن الرأي، حرية الكلمة؟ هل هناك نظام قضائي عادل يحكم ما بين الناس وفق قوانين ولا يميز ما بين هذا وذاك لأنه تابع إلى حزب أو تدعمه ميليشيا أو لديه ذراع مسلح أو تابع إلى جهة سياسية، وما بين مواطن فقير مسحوق؟ ما الذي تحقق من كل الوعود التي جاءت بها هذه الأحزاب بعد 2003؟ معنا اتصال السيد أبو صلاح من كربلاء، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون حالك محمد؟ شلون صحتك؟ حياك الله أبو صلاح، أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل. موضوع الحلقة اليوم سيد أبو صلاح، يعني مواضيع حقيقة، احنا نتكلم بالبداية عن العملية السياسية اليوم، ثوار تشرين بكربلاء والنجف طلعوا يقولون احنا نرفض هذه العملية السياسية برمتها، احنا ضد المجربين مثل ما وجهت المرجعية، المجرب لا يجرب، احنا ما نريد أي واحد يجي من هذه الأحزاب. هل يعقل بأن هذه الأحزاب لا تسمع؟ ماذا تسمع أصوات الناس؟ ماذا تشوف انه اكو مقاطعه لهم ورفض لهذه العمليه السياسيه؟ نعم، هو اكو مقاطعه، وهذا محمد الشياع السوداني اللي طبقا النسخه الاصل من نور المالكي. نعم، وهذا محمد الشياع السوداني لا يقدم الاخر. فمحمد الشياع السوداني اصلا هو عميل ضد الدعوه، وهو هذا جاب المالك ضد الشعب. نعم نعم. طيب عندنا موضوع ايضا طرحناه ومرتبط طبعا باداء الاحزاب اللي اجت بعد الاحتلال، وهو التعليم. اليوم عرضنا، وحضرتك ربما شفت واقع التعليم، المدارس اليوم يعني مهازل حقيقه، مو مدرسه، لا تصلح حتى اجلكم الله لحظائر للحيوانات، صفوف بلا رحلات، بلا مقاعد، بلا سبورة، بلا إنارة، بلا مي، بلا خدمات أساسية تقدم إلى الطالب. وين راحت هاي الفلوس لعد اللي قالوا صرفوها وزارة التربية على تحسين واقع المدارس ووضع المدارس بالعراق، وعلى أساس أنه أكو كتب جديدة ورحلات وغيرها؟ نعم أخي محمد، لأن هي وهذا حزب الدعوة العامة الأساس اللي يجي للعراق تخريب مو عمار. وثانيا المدارس في العراق مزرية. نعم. الكتب ماكو كتب، ماكو قرطاسية، الشعب بحيرة حاليا عايش، بحيرة الدوام عايش حاليا الشعب. والأخير والحقيقة انه هذا محمد الشاعر السوداني بعد اجوى من السابقين.
شلون اسوء؟ شلون اسوء يا ابو صلاح؟ ممكن توضح لي انه ليش محمد الشيع السوداني اسوء من سابقيه؟ نعم، لان محمد الشيع السوداني اساسا كان هو حزب الدعوه. ومحمد الشيع السوداني جاء خلاه هو خلاه نور المالكي وفيصل فزعلي ودول الزمره الفاشل بالعراق. برايك، وهو سؤال للي يعتقدون بان محمد الشيع السوداني مستقل، هل كان ليحظى بهذا الدعم الإعلامي من قبل الأحزاب وقنوات الفضائية وأذرعها الإلكترونية؟ كان ممكن محمد الشيع السوداني يحصل على هذا الدعم إذا كان حيحارب الفساد والميليشيات وراح يصحح الوضع بالبلد؟ أبداً، ما يصحح الوضع بالبلد، والبلد من سيء إلى أسوأ. كان ممكن يحصل على هذا الدعم؟ يعني اليوم هم الأحزاب، إجا السوداني والوضع بالعراق راح يتحسن والسوداني بجيته راح يخلصنا من الفوضى. هل تعتقد بأن هذه الأحزاب لو كان محمد الشيع السوداني فعلا شخصا وطنيا نزيها كان ممكن تفرح بجيته بهذه الطريقة؟ طبعا هم يفرحون بجيته لأن هم اللي خلوه. طيب، ماشي، أنا نعم، شكرا جزيلا أبو صلاح. أنا سؤالي يا جماعة أنه هذه الأحزاب اليوم اللي تروج وتهلل وفرحانة بجية محمد الشيع السوداني، هل لو كان السوداني شخصا بالمواصفات التي يقولون فعلا أنه سيطبق النظام العادل وأنه سيحارب الفوضى، سيحصر السلاح بيد الدولة، سيقضي على الفاسدين، هل كانت لتكون هذه الفرحة موجودة عند الأحزاب وأذرعها الإعلامية؟ كانوا حيفرحون بجية أي شخص وطني يحارب الفساد ويقضي على الميليشيات؟ ويانا السيد هاشم من كربلاء، تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أخوي، هذه المعاناة اللي تمر بالعراق هذه بسبب هذه الأحزاب الغاشمة المستبدة هذه، جلو لا، وكذلك الميليشيات الموالة لها، كل الأرهية اللي قد تحصل بالعراق ولغاية هاي اللحظة هي بسبب الأحزاب والميليشيات الإرهابية المارقة هذه، هي سببت الأرهية للعراقية. يعني البارحة في بغداد وفي منطقة الشعلة صارت لك الشباكات، صارت لك جبل، من كان وراء هاي الشباكات هذه؟ يعني استخدام كل أنواع السلاح في منطقة الشعلة، شو هذي؟ اليمن كل السبب كان بسبب هؤلاء الطغاة، بسبب هؤلاء الفقاعات المتمردة. اي نعم، على استخدام هؤلاء السلاح، كل انواع السلاح المستخدم في الاشتباكات، لا هي جبهة حروب، لا هي وبنفس المنطقة الكامية. يعني زين، هذول قتلهم للمواطنين لمن يعني استخدام هذه الاسلحة وكثافة في منطقة الشعلة؟ طيب، هؤلاء ارهابيين، كل شيء ارهابية زي الارهابيه المارقه. اي نعم، هذول جيتوا الى العراق، الله كيف يدمرون على العراق وعلى حساب المحتلين، لان المحتلين اما قوات الاحتلال الغاشمه او اما ايران. نعم، سيد هاشم من كربلاء انا اشكرك. من ويانا اتصال؟ سيد ابو مسلم من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد أبو مسلم حياك الله. العفو، أنا مشاركتي بالبداية أنه طريقتكم عجبتني وأخلاقكم بالحوار طيبة، الله يحفظك. لكن الحقيقة نختلف معاكم اختلاف جذري. من يا ناحية؟ من ناحية أنه هناك مغالطات، بالواقع مغالطات كثيرة. نعم، شلون؟ يعني النظرة اللي جاي تصير للوضع هي نظرة، مو نظرة مستقلة، صورة عامة يعني الكلام، مو ما نقصد فقط أنتم يعني جانبكم. نعم. إنما جانبكم والناس اللي تشارك ينظرون نظرة ليست مستقلة. طيب، شلون النظرة المستقلة تكون؟ النظرة المستقلة
هي النظرة الوطنية الحقيقية. تمام. مو النظرة اللي تنبع من فكر مسبق. يعني إذا أكون صريح معاكم. طيب. أنا عندي طلب لحضرتك سيد أبو مسلم. يعني حتى الناس أيضا تفهم شنو الهدف من أو شنو اللي تريد توصله. فممكن حضرتك تدخل بالموضوع مباشرة، شنو اعتراضك أو مضمون اعتراضك على اللي انطرح ويانا أو اللي انطرح على لسان الناس اللي اتصلوا؟ خيرا أكون صريح جدا معاكم. تفضل. بالماضي كنت أشوف بعض المتصلين يتجاوزون عليكم، يغلطون عليكم. نعم. وهذا مرفوض رفض قاطع. نعم. اللي النظرة الصريحة المباشرة أنه بعد سقوط النظام الصدامي أحباط صدام والبعثية وصلوا إلى درجة من الهسترة، من اللوثة العقلية، بحيث ما يقدرون يتحملون أو ما كانوا يصدقون أنه صدام زال. تمام. فكل عمل يحارب الأنظمة اللي جاءت بعد 2003 هو مو لوجه الله. تمام. إنما ما يقدرون يتحملون فقدان النظام الصدامي. طيب. البعثي. تعرف حضرتك موقف. لا اسمح لي هسه أنت وصلت نقطة خلي نحكي بيها شوية وما نريد نطول أيضا لأن عندنا ناس تنتظر. حضرتك تعرف بأنه الأحزاب الموجودة أقرت قانون اجتثاث البعث وسنته وأصبح هذا القانون معمول به واستخدمته الجهات السياسية الموجودة للقضاء على كل من له ارتباط بحزب البعث، اعتقال، قتل، ترحيل. وهذا الكلام منو اللي قاله؟ هذا الكلام قاله بول بريمر اللي كان الحاكم المدني للعراق اللي اجى مع الاحتلال، وقال بالنص في لقاء تلفزيوني وبإمكان حضرتك تروح تراجعه، قال كان من الخطأ أن أرضى أو أوافق على أن تمسك هذه الأحزاب أو يكون بيدها قانون اجتثاث البعث لأنها ستستخدمه لأغراض سياسية. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه الإدارة الأمريكية كانت تعلم أنه هاي الأحزاب راح تستخدم قانون اجتثاث البعث لضرب أعدائها، وهذا اللي صار. اليوم احنا ب 2022 ما بقى أي أثر لحزب البعث سوى بالترويج الإعلامي للأحزاب الموجودة، لا إلى نشاط سياسي، لا إلى نشاط عسكري، لا يوجد على أرض الواقع. وأكبر دليل أن الشباب اللي طلعوا في تشرين أعمارهم كلها 18 و20، ناس انولدت للدنيا كان حزب البعث منتهي. من اجتهم هذه الأفكار ومن غذاها إذا كان هو حزب تم القضاء عليه وانتهت الحقبة مالته؟ نعم تفضل. هذا الكلام من حق جنابك الكريم ومن حق أي جهة تذكره، لكن هل بالواقع الحقيقي أنه البعث الصدامي ما موجود بأرض الواقع؟ أنت وين يعني شفته؟ أثر وين شفته؟ وين شفت أثر وجود حزب البعث في العراق؟ هل شفت؟ اسمح لي، هل شفت مكتب؟ أنه متخلخل. شلون عرفت؟ مولانا الجليل، يا أستاذنا الجليل. نعم. أنا أتمنى أن تسألني عن رأيي بالأنظمة اللي جاءت بعد. أنا هذا جايك علي. لا اسمح لي. أنا هذا السؤال أهم سؤال حيكون، لكن أنا بس لما تطرح هذه النقاط وأنت ترمي بكلامك لدرجة أنه الآن وصل بشكل واضح أنه من يطرحون من المتصلين هاي الأفكار معناها أنه حزب البعث بعد موجود ومتجذر في عقول الناس، وهذا الكلام معناه أنه هناك ارتباطات بين المتصلين وبين اللي تقوله. أنا بس أريد أسأل، هل شفت أثر لحزب البعث موجود على الأرض؟ لهم مكتب، لهم فصيل مسلح مثل هاي الميليشيات الموجودة، لهم قرار تأثير على القرار السياسي، شفت أكو هيج شيء بالعراق؟ أنت أمام شخص مستقل 100% ويتكلم بكل صراحة. نعم. البعثية موجودين بالبرلمان، موجودين بمكتب رئيس الوزراء، موجودين بالأحزاب، موجودين برأس كل محلة، موجودين في كل مكان. البعثيين موجودين وما نقدر ننكر هاي الحقيقة. طيب. يا
عزيزي. حاجي وياك لهاي الجزئية يعني نوقف لهاي الجزئية هنا لأن الموضوع هذا طويل، ويبدو حضرتك مقتنع تمام الاقتناع بما تقول، ولو كان هذا حقيقة لسقطت هذه الدولة التي جاءت بعد الاحتلال بثواني. لو حضرتك مثل ما تقول أن هم موجودين مخترقين البرلمان ورئاسة الوزراء وموجودين بركن كل شارع، لسقط العراق بيد حزب البعث بثواني لو كان هذا الكلام دقيق. لكن بعيدا عن هذا الترويج الإعلامي الميليشياوي اللي هو غذته الأحزاب الموجودة في سبيل أنه تخلي أكو سبب أنه إحنا باقين بالحكم حتى نحميكم من حزب البعث، عفنا من هالجزئية، أنت شنو رأيك بالأحزاب اللي إجتي وحكمة العراق بعد 2003 إلى اليوم؟ رأيي أنهم سيئين. ليش باقين؟ لكنه ليس أسوأ من البحث الصدامي. تمام، وصلت فكرتك سيئين. شكرا جزيلا. نعم السيد أبو مسلم من بغداد، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، سبب وجود الحشد الشعبي أو هذه الميليشيات كان داعش. داعش جاء إلى العراق، دخل بسبب الإخفاق من قبل حكومات الاحتلال وسقوط محافظات بشكل فاضح بيد داعش، وبالتالي خرج ما يسمى بالحشد الشعبي اللي هو في البداية كانوا ناس، مجموعة ناس اتطوعوا، لكن قادة الميليشيات هذا التنظيم، وبعد ذلك أصبح ميليشياويا بامتياز. شماعة لكي يبقى الحشد إلى الآن رغم إعلان حيدر العبادي بال 2016 أنه انتهاء العمليات العسكرية، لكن الحشد لا يزال موجود لأنه هناك خلايا نائمة. هذه الذرائع، هذه الشماعات التي تعلق عليها هذه الأحزاب فشلها، فسادها، إجرامها، أنه البعث بعده موجود، فإحنا لازم نظل موجودين. ومثل ما يقول أبو مسلم، ذولا فاسدين بس أحسن من البعث. هل يعقل بأن هناك عاقل يصدق أن هناك أثر لحزب البعث في العراق؟ عموما أبو عراق من الفلوجة تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أنا ما أريد أطيل عليك، لكن هذا أبو مسلم حسب رأيي بس ما يخاطه. إحنا إذا أكو بعد ذاك الشعبيين ما سلموا الحكم لعدين خلوا دور القتالة. حزب البعض. بس هاي شماعة اللي يحزوها حتى يخوفون بها الناس. ترى عمي احنا خليجينا واحد احسن من صدام. خليجينا واحد احسن من البعثيين. اللي سويتوني من 2003 سنين. شو صناعة ماكو. الانهار نشفت. ناس تنقلت. يعني معقول هذا شاب يا استاذ محمد. شاب عمره 14 سنة يطلع. هذا يجب ان يقول علي البعثي لا يطلع يتظاهر وعين. أستاذ محمد إذا سمحت لي ما أريد أطيل عليك. إحنا لو أكو هسه قضاء عادي ونجيح وشريف والله هاي الحكومات ما تستلم ملك سعودي تعيد. بس القضاء يطلع وزير يطلع مسؤول يقول يجب محاسبة القاسم. زين القاسم من هو العاد؟ من هو القاسم؟ إذا كلكم جاي تطلعون يجب محاسبة الفاسد. وبعدين أبو عراق برأيك ليش أكو عد بعض الناس موجودين بالعراق اللي يصدقون هذه الدعايات والترويج الحزبي من قبل الأحزاب والميليشيات أنه ذولا فاسدين لكن ذولا أحسن من البعث الصدامي، ذولا خليهم ذولا بس حتى إذا راحوا ممكن يرجع لنا البعث الصدامي. يعني شنو هذا الترويج اللي بعدك للأسف من يصدقون بهكذا ترويج بدل ما يقولون لا أنتوا فاشلين فاسدين لأنه ما قدرتوا تكونون أحسن من النظام السابق، ما قدرتوا تحققون الوعود اللي انطيتوها للعراقيين، بدل ما يحاسبون ذولا على سرقتهم للمال العام، على قتل الناس، على تدمير الصحة والتعليم والقضاء، لا أنتوا خليكم فاسدين بس حتى لا يجينا البعث الصدامي. هل أكو منطق؟ هل أكو إنسان عاقل يحب بلده يفكر بهذه الطريقة؟ أستاذ محمد ذولا لو عجب ولاء للوطن ما حكوا هذا الشيء. يا أخي خلينا نحكيها بصراحة، حزب البعث راح
تعالوا انت سووا العراق سووا لكم سياده خلي الدول تحترمكم. انت ما تقول لي العراق من يحترمه من يحترمه؟ هاي ايران اللي جاي تقصر يا استاذ محمد وهاي الاحداث. انت عمي هسه خلينا نحكيها بصراحه يا عمي كنا بحج واحد هسه 100,000 عندك يا استاذ محمد. شكرا ابو عراق، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكره ويانا السيد محمد من كربلاء. تفضل يا محمد. حبيبي استاذ عمر اسعد الله مساءك محمد وياك حياك الله العالي. اهلا وسهلا بحضرتكم استاذنا العزيز سلامنا للكادر من قناه الرافدين الوطنيه حياك الله. استاذ محمد تعقيب نعم قصير ابو دقيقه كنا يقول يعني هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شغل بلية ما يضحك. أبو مسلم يعني يعتقد أحد يتصل ينتقد العملية السياسية وينتقد الفاسدين هذا بعد في أدري في والله العظيم يجيب لي قضاء أخلي حاكم دول الفاسدين من وفاء اللي مرتبط بإيران ولا على هذا على هذا الكلام لا. حتى أبو مسلم بعثي لأن انتقد العملية السياسية. عمي عيب عليكم استحوا شويه بيشوفوها وين هذا شنو هالافكار هاي حزب البعث حزب البعث بابا ذولا دمروا البلد ذولا نهوا البلد لعنه الله على بريمر لعنه الله على بريمر لعنه الله لعنه الله على المفارقه على سيد ابو سيد محمد المفارقه ان هم ضد حزب البعث بالعراق بس مع حزب البعث بسوريا يروحون يدزون مقاتلين هناك يدافعون عن بشار الاسد. انت مو حق قاتلنا عن الدفع عن بشار الاسد. انت استحي شويه رجلي وين وصلتوا؟ شوفوا العراق وين عندكم كهرباء عندكم مي عندكم مدارس عندكم مصانع والله شنو على مود المذهب والله على مود شو اسمه يخاف السعوديه هذا يخاف بعث ما ادري شنو هذا والله عليكم انتم رجعيين وما تستحون طيب. وعيب عليكم ونستاهل اللي يصير بنا احنا ناس اصلا جهلاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سيد محمد من كربلاء. خلونا ننتقل مشاهدينا سريعا إلى ما لدينا من مواضيع. طبعا تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر استضافة بعضا ممن يدعون أنهم ينتسبون إلى عشائر الدليم في محافظة الأنبار، استضافتهم للسفير الإيراني في العراق محمد آل صادق، وكان يرافق السفير القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح المتهم بالمشاركة في قتل وتهجير أهالي محافظة الأنبار وكذلك ثوار تشرين من مناطق سكناهم. وأدت هذه الزيارة إلى استنكار شعبي كبير بين أفراد المجتمع الأنباري معبرين عن غضبهم وعدم قبولهم هذه الزيارة ممن ساهم بقتل وتهجير أهالي منطقتهم. هذه الصور أمام حضراتكم لأشخاص يدعون تمثيل عشائر الدليم في محافظة الأنبار، يستضيفون سفير إيران المرفوضة عراقيا من قبل الشعب العراقي الذين صدحت حناجرهم في التظاهرات بإيران برا. وقاسم مصلح طبعا القيادي الميليشياوي المعروف. دعونا نتابع الآن مشاهدينا بعض التغريدات بشأن هذا الموضوع. أكرم يقول: هذا شخص واحد ويمثل نفسه، ما يمثل كل العشائر، وأنا دليمي وما يشرفني يجي يمي هذا الحثالة وهذا الشيخ شيخ هالوقت مو شيخ صحيح يدور مصلحته. مصطفى يقول، مصطفى الدليمي يقول: ذيول الذيول في الأنبار، حفاوة واستقبال وتكريم السفير الإيراني ونحر الذبائح تقديرا للمواقف الإنسانية في تغييب رجالهم وتهجير أهلهم وسلب أراضيهم وتجريف بساتينهم، يتم كل هذا التقدير. لدينا عثمان المختار يقول: 70% من شيوخ العشائر الحاليين في العراق ليسوا شيوخا أبا عن جد، وأخذوا المشيخة أو الشيخة بعد الاحتلال بطرق مختلفة، نفس الوجوه التي تعاملت مع الأمريكيين يتعاملون مع الإيرانيين الآن، وأنفسهم يفتحون مضايفهم كمحطات انتخابية للحزب الذي يدفع لهم أكثر في كل انتخابات. شيوخ الأصل معروفين. تغريدة لدينا من عبد القادر النايل يقول: مرتزقة من الطبالين وسراق المواشي الذين صنعهم المالكي يستقبلون السفير الإيراني ومحمد العقيلي في جزيرة الرمادي بمنزل الدعي مازن المطلق لترشيح أحدهم لوزارة في حكومة محمد السوداني لتتضح الصورة بالدليل من يتولى اختيار أسماء الكابينة الوزارية
والأنبار أبرياء منهم. سريعا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا بعيدا عن السياسة، إلى شغب الملاعب. تعاني الملاعب العراقية من ارتفاع معدلات الشغب داخل أروقتها، حيث شهدت مباراة فريقي زاخو والصناعة حدثا حيث تعرض وفد فريق الصناعة إلى رشق بقنان المياه بصورة مفرطة دون توفير الحماية اللازمة لأعضاء الفريق. وكذلك أفاد عدد من المدونين أن مثل هذه التصرفات متكررة، بل أصبحت مألوفة في واقع الملاعب، حيث عمت الفوضى فيها بسبب فساد القائمين على تنظيم المباريات دون اتخاذ الإجراءات الصارمة التي تحد من هذه الظواهر. دعونا نشاهد. مو ملعب شنو حروب؟ تعال تعال شوف 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 هاي طلعوها بس من ظهر مالتنا باول. شوف ايش كم علاقه مال الطاله. هاي بس يمنا بس يمنا هاي بس يمنا. لنتابع الان مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. حسام يقول مثل هيك تصرف غير رياضي صار يتكرر اكثر من مره من قبل الجمهور، وراح يتكرر من قبل الجمهور، وراح يتكرر بعد لأن ماكو عقوبة قاسية من قبل الاتحاد القديم أو الجديد. عندنا تعليق من محمد الشليباوي يقول اتحاد فاشل، لو أكو لجنة انضباط تشتغل صح ما صار هيك. أبو شمس يقول مع الأسف الشديد وصلنا إلى هذا المستوى. ومحمد يقول وكل مباراة هيك لأن ماكو عقوبة اتحاد، ماكو عقوبة، اتحاد جبان وفاشل. طبعا هناك وهو متعامل به أو متعارف عليه في الرياضة بشكل عام أن هذه الأعمال، أعمال الشغب التي تحدثها الجماهير، تعاقب عليها الأندية بحرمانها من الحضور الجماهيري مثلا، أو هناك عقوبات أخرى تترتب على هذه التجاوزات. وكذلك هو أسلوب رادع وتعليمي، بالإضافة إلى ذلك تعليمي للجماهير لكي تحترم الملعب وتحترم الخصم وتكون هناك روح رياضية. في النهاية هذه ليست معركة، إنها مباراة كرة قدم، المفروض تكون في إطار الروح الرياضية. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى ما لدينا في فقرة إنفوغرافيك. يحيي العالم في 16 من تشرين أول من كل عام اليوم العالمي للغذاء، حيث تمر هذه الذكرى والعراق يعاني من أسوأ أزمة غذائية يعيشها، وتردي في مفردات البطاقة التموينية مع التضخم الاقتصادي الذي يعاني منه العراق، يضطر العديد من المواطنين إلى اللجوء إلى المساعدات في بلد يعج بالثروات الهائلة المسروقة من قبل أحزاب السلطة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الانفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. لنشاهد.
بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.